بسم الله. لو انا عايز اعمل فيديو في برنامج ماكس وركس، فمن الفيو بوينت ليه ان انا اعمل كذا سيف بوينت هو يعملهم كلهم في فيديو. يعني اقول له سيف بوينت تمام بالشكل دوت، اجي هنا واقول له اعمل لي انيميشن. الانيميشن ده ابدا اسحب بعض اللقطات جواه وتقول له انا عايز اعمل بلاي، فيبدا يعرض لك فيديو بيتنقل من لقطة للقطة بالشكل دوت. طيب في اسلوب اخر سبب الموضوع دوت، ان ممكن تيجي هنا تقول له ستوب وعمال يكرر الفيديو. طيب في حاجة تانية برضه ممكن ان احنا نعملها، وهي ان انا هاجي هنا في سيف بوينت بس اختار ريكورد وابدأ اسجل. انا بمشي اهوت، كل اللقطات اللي انا ببدأ اعملها دلوقتي هي بتسجل، ولما اخلص بقول له ستوب بيبدأ هو يعمل لي اللقطات بالشكل دوت كذا فريم. اقول له اعمل لي تشغيل، فيبدأ يجيب لي اللقطات اللي انا كنت لسه مسجلها من شوية. تقدر تعمل ديليت لأي حاجة انت يعني شايف انها مطولة اللقطة، تقدر تعمل ديليت للفريم دوت او للفيو بوينت.